قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. الركراكي وجه دعوة للست لاعبين من البطولة الاحترافية. لم نفز بها منذ 1998. حكيمي المرشح الأبرز للفوز بجائزة البالندور الإفريقية. بلاغ عاجل، إبراهيم دياز يتلقى صدمة كبيرة مباشرة بعد اختياره المنتخب المغربي ورفضه إسبانيا. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. الركراكي يوجه الدعوة للست لاعبين من البطولة الاحترافية. وضع الناخب الوطني وليد الركراكي 6 أسماء محلية تنشط في البطولة الاحترافية ضمن القائمة الأولية التي ستواجه منتخبي الساحل العاج وليبيريا يومي 14 و17 من أكتوبر 2023. وقرر الركراكي توجيه الدعوة 4 لاعبين من الوداد، وهم يحيى عطية الله وأيوب العملود ويحيى جبران والحارس يوسف المطيع، فيما استدعى حارسين آخرين هما أنس زنيتي من الرجاء وبالعبيد من الجيش الملكي. ومن المقرر أن يقلص وليد الركراكي هذه القائمة يوم الخميس القادم حينما يعلن عن القائمة النهائية التي ستخوض تربصا إعداديا في مركب محمد السادس لكرة القدم. لم نفز بها منذ 1998. حكيمي المرشح الأبرز للفوز بجائزة البالندور الإفريقية. يعتبر الدولي المغربي أشرف حكيمي المرشح الأبرز لنيل جائزة البالندور الإفريقية لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2023 التي تقدم من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويملك أشرف حكيمي أرقاما مهمة هذه السنة تجعله المرشح الأبرز لنيل الكرة الذهبية، بداية بقيادته المنتخب المغربي للوصول لنصف نهائي كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الإفريقية ولن يدعه الكاف يمر مرور الكرام، بالإضافة إلى تألق أشرف حكيمي رفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بحيث قاده للتتويج بالدوري الفرنسي. وقد يكون أشرف حكيمي هو أول لاعب مغربي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية منذ سنة 1998 حينما نالها مصطفى حجي، علما أن المغرب حصل على هذه الجائزة 4 مرات. خبر عاجل، إبراهيم دياز يتلقى صدمة كبيرة مباشرة بعد اختياره تمثيل المنتخب المغربي ورفضه إسبانيا. لن يكون بإمكان الناخب الوطني وليد الركراكي الاعتماد على لاعب بارز في مباراة كوت ديفوار وليبيريا، وأشار موقع لوسيت أنفو سبور أن أمورا إدارية ستمنع النجم المغربي الجديد إبراهيم دياز من خوض مباراة أسود الأطلس ضد كل من ليبيريا وكوت ديفوار في الشهر الجاري، وغير اللاعب رسميا جنسيته الرياضية من لاعب بالمنتخب الإسباني إلى لاعب مغربي. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة دياز في كأس أفريقيا القادمة بسبب مجموعة من التقارير. يذكر أن مدرب المنتخب الإسباني دي لافوينتي أسقط اسم إبراهيم دياز من لائحة المنتخب الإسباني التي ستواجه اسكتلندا والنرويج الشهر الجاري، وذلك بعد علمه باختيار اللاعب المنتخب المغربي. الاتحاد المغربي يفتح الباب أمام موهبة بايرن ميونخ ويقطع الطريق على إسبانيا. يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم سياسة الانفتاح على لاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، رغم إطلاق المدير الرياضي للاتحاد المغربي البلجيكي كريس فان بويفيلد لمشروع يهدف لتكوين لاعبين من المستوى العالي ينطلقون من صفوف الأندية المغربية للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى. وفي هذا الإطار ذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مسؤول داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم مكلف بملفات اللاعبين المغتربين في أوروبا، أكد من خلالها أن مسؤولي الاتحاد المغربي قرروا فسح المجال أمام موهبة نادي بايرن ميونخ الألمانية آدم أزنو صاحب 17 سنة من أجل تمثيل المنتخب المغربي للشباب في الفترة المقبلة. وتريد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غلق الطريق في وجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأقنع اللاعب آدم أزنو بتمثيل المنتخب المغربي، خصوصا أن اللاعب السابق لنادي برشلونة يملك أيضا الجنسية الإسبانية بحكم ولادته ونشأته بمدينة برشلونة. ويسابق مسؤول الاتحاد المغربي الوقت من أجل إنهاء تفاصيل ضم اللاعب الذي يلعب في الوقت الحالي رفقة نادي بايرن ميونخ الألماني تحت 19 عاما،
وسبق له خوض تدريبات رفقة الفريق الأول لنادي البافاري في أكثر من مناسبة، كونه يملك مؤهلات فنية وبدنية جعلته يطور مردوده في مركز الظهير الأيسر الذي يلعب فيها. الفيفا الزلزولي ضمن أبرز المواهب الإفريقية. أثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مهاجم فريق بيتيس الإسباني، واعتبره من بين أبرز 5 مواهب تسعى إلى قيادة منتخبها في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وعدد فيفا في منشور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي مميزات وخصائص مهاجم الأسود، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي جناح سريع وماهر بالقدمين معا. وأبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أداء الزلزولي الجيد ساعده على تمثيل المغرب في مونديال قطر 2022، وأكد فيفا أن لاعب الفريق الأندلسي أسهم بشكل كبير في قيادة المنتخب المغربي الأولمبي للفوز بكأس أفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة التي أقيمت بالمغرب هذه السنة. وفيما يتعلق باللاعبين الأربعة الآخرين فقد تحدث فيفا عن تألق كل من عبد الفات وإساك لاعب ليستر سيتي الإنجليزية والمنتخب الغاني، وجيفت أوربان لاعب جينيت البلجيكي والمنتخب النيجيريا، وبوبي ماترسار لاعب توتنهام الإنجليزي والمنتخب السنغالي، وأباكر سيلا لاعب ستراسبورغ الفرنسي والمنتخب الإيفواري. تجدر الإشارة إلى أن عبد الصمد الزلزولي نجح نهاية الأسبوع المنصرم في تسجيل هدفه الأول مع بيتيس في الدوري الإسباني، علما أنه وقع في كشوفة الفريق الأندلسي الصيف الماضي لمدة 5 سنوات قادما من برشلونة. وفيما يتعلق باللاعبين الأربعة الآخرين فقد تحدث فيفا عن تألق كل من عبد الفات وإساك لاعب ليستر سيتي الإنجليزية والمنتخب الغاني، وجيفت أوربان لاعب جينيت البلجيكي والمنتخب النيجيريا، وبوبي ماترسار لاعب توتنهام الإنجليزي والمنتخب السنغالي، وأباكر سيلا لاعب ستراسبورغ الفرنسي والمنتخب الإيفواري. تجدر الإشارة إلى أن عبد الصمد الزلزولي نجح نهاية الأسبوع المنصرم في تسجيل هدفه الأول مع بيتيس في الدوري الإسباني، علما أنه وقع في كشوفة الفريق الأندلسي الصيف الماضي لمدة 5 سنوات قادما من برشلونة. تجدر الإشارة إلى أن عبد الصمد الزلزولي نجح نهاية الأسبوع المنصرم في تسجيل هدفه الأول مع بيتيس في الدوري الإسباني، علما أنه وقع في كشوفة الفريق الأندلسي الصيف الماضي لمدة 5 سنوات قادما من برشلونة. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. الركراكي وجه دعوة لست لاعبين من البطولة الاحترافية. لم نفز بها منذ 1998. حكيمي المرشح الأبرز للفوز بجائزة البالندور الإفريقية. بلاغ عاجل، إبراهيم دياز يتلقى صدمة كبيرة مباشرة بعد اختياره المنتخب المغربي ورفضه إسبانيا. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار.